جزاكم الله خيرا. هنا سؤال أيضا من الأخت عنود، تقول ما نصيحتكم للرقاة خاصة في هذا الزمان كثرت فتنة النساء وبععضهم تأتي بدون حجاب وبدون محرم، والله المستعان. أشكر الأخت على هذا السؤال، وهذا فاتني حقيقة أني أنبه عليه، مع أنه هو أمر ظاهر بالنسبة للرقاة الشرعيين ولله الحمد، يعني ظاهر، لكن طيب ننبه عليه بأن الراقي يتقي الله عز وجل ولا يقبل امرأة إلا مع ذي محرم ولا يخلو بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولذلك لا يجوز للراقي أن يدخل على أن يخلو بالنساء، وإنما يطلب محرم، فإن صعب تدخل معها امرأة، يعني ما عندها محرم والحالة طارئة تدخل معها امرأة أخرى مثلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية لمس المرأة، وهذا حقيقة مما يتساهل به بعض الرقاة، يعني للأسف حتى تطور إلى قضية لمس بدن المرأة أو شيء من هذا القبيل، هذا أيضا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة لا تحل له. الرقية لا يشترط فيها اللمس، لا يشترط فيها اللمس، وإنما يرقي من المسألة الأخرى. لا يقبل الراقي امرأة تأتي متبرجة مثلا، كيف تأتي متبرجة وهي مبتلاة مثلا؟ فيستأذنها يقول: سامحيني، أنا ما أستطيع أقرأ عليك إلا أن تتحجبي مثلا. من هم الآن إذا قرأ عليه إما أن يغمض عينيه، وهذا حقيقة قد لا يحقق المقصود، وإما أن يبقى في مثل هذا الأمر، يعني من حيث النظر، فلا يسمح بهذا. والراقي إذا عرف عنه هذا، اشتهر عنه، أعتقد بأنه ما أحد يدخل عليه بمثل هذه المداخل اللي فيها مخالفات شرعية.